السيدات والسادة الحضور لهذه الفعالية، وأتمنى لهم أن تكون ورشة العمل هذه فعالة وناجحة وتترك بصمة بالاتجاه الذي أقيمت من أجل هذه الورشة. أيضا أشكر السيد رسول وأشكر اليو اس ايد اللي أقامت وعملت على إقامة هذه الورشة. نرحب بكم بهذا اللقاء الذي سوف على مناقشة أهم أنشطة والمشاريع التي يتم من خلالها التعاون مع محافظتكم الحبيبة لرفع واقع الخدمات وتقديم نماذج وفق المعايير العالمية والتجارب المثلى.